هو أول شيء لأنه ما في مكان في السعودية الناس تقدر تأخذ كلابتها له، فأي مكان الكلب يطلع له يكون ممنوع، وهذا شيء ممنوع من كذا جهة حكومية. فعشان كذا أنا قررت أجمع أصحاب الكلاب في مكان واحد حيث إنه يستمتعون يأخذون راحتهم والكلاب تنبسط بنفس الوقت يعني. لأن كان في لي زيارة مرة للمملكة وكان معي كلبي وقررت إن أنا أطلع مع الكلب، فقالوا لي إنه ممنوع إن تمشي على البحر، فقلت لهم غريب يعني حنا عندنا في الكويت مسموح، فاستغربت وحزني هذا الموقف، فقررت إن أنا لازم أخدم الشعب بمكان جميل وبنفس الوقت يخدم الناس، اللي هو يكون كافيه للناس تجي تنبسط تستمتع، وبنفس الوقت الناس اللي ما عندها كلاب تجي تنبسط في هذا المكان. هذه القهوة فكرة جديدة مخصصة للكلاب، وما عندنا أماكن كثير زي كذا، ف كثير يعني هي مميزة بهذا الشيء إنه الكلاب هنا يجون يتعرفون كل شيء. مكان مرة جميل مثل ما قلت لك، وعشان أجي ألعب الكلب، وأول مرة أشوف قهوة في السعودية حقت كلاب زي كذا يعني، ما شاء الله تبارك.